مقدستان جديدتان من الأرض المشرقية من فلسطين، رفعهما البابا فرانسيس في الفاتيكان على مذابح الكنيسة الجامعة. القديسة ماري ألفونسين غطاس، وهي مؤسسة راهبات الوردية من القدس، والقديسة مريم بواردي أو مريم ليسوع المصلوب، التي أسست ديرا للراهبات الكرمليات في بيت لحم. راهبتان فلسطينيتان طوبتا إلى جانب الراهب القديسة الفرنسية جان إميلي دو فيلنوف من رهبانية الحبل بلا دنس، والقديسة الإيطالية ماريا كريستينا ديل إيماكولاتا مؤسسة أخوية خدام القربان الأقدس. فلسطين حضرت تطويب الراهبتين برئيسها محمود عباس وبنحو 2000 من المؤمنين المسيحيين من الأراضي الفلسطينية والأردن، وبلفيف من رجال الدين الفلسطينيين على رأسهم بطريرك اللاتين في القدس فؤاد الطوال، حضور فلسطيني أيضا بالأعلام التي رفرفت في ساحة القديس بطرس في روما. البابا دعا إلى اتباع مثال الراهبات الأربع المضيء. أما بخصوص أول راهبتين فلسطينيتين قديستين في العصر الحديث، فلفت البابا إلى أن إحداهما مريم بواردي كانت أداة التقاء وشراكة مع العالم الإسلامي، والقديسة هي من مواليد الجليل، عرفت بالتقوى والزهد ونذرت نفسها في سلك الرهبنة. أما القديسة ماري ألفونسين التي ولدت في القدس، فأمضت جزءا كبيرا من حياتها في دعم الفقراء وإنشاء المدارس ودور الأيتام في المنطقة المحيطة ببيت لحم، كما ساهمت في إظهار الرهبنة الفلسطينية العربية وركزت على الحضور النسائي في المجتمع الفلسطيني.